الجزائر في القطاع الطاقوي بإفريقيا، مؤكدة أن التجربة الجزائرية وجب الاقتداء بها في عدد كبير من المجالات الاقتصادية. التجربة الجزائرية بشكل عام ليس فقط مجال الإحصاءات، يعني تجربة رائدة وجيدة وهي نفراس لنا جميعا في إفريقيا، ويعني نحن نسعى إلى دور كبير ومتعاظم للجزائر وأيضا كل الدول يعني المتقدمة في مجال الطاقة في إفريقيا لتعاون إفريقي إفريقي متزايد. بعدما مجمع معزوز عن إنتاج شاحنات صغيرة الحجم من علامة الشير الصينية بأقل من مليون دينار بمصنعه بولاية ستيف،